السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة مميزة جدا جدا جدا. النهاردة بقالنا يومين بننوه عنها، النهاردة إن شاء الله معانا دكتور هشام عبد الستار استشاري التغذية العلاجية وكمان رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات فيتارم. أول مرة هيشرفنا النهاردة، بجد أنا هتشرف جدا جدا بوجود الشخصية دي معانا. وزي ما قلت لكم ابعتوا كل أسئلتكم، أي حاجة بتفكروا فيها. النهاردة عايزين نستغل وجود دكتور هشام معانا أحسن استغلال بإذن الله. ندخل بقى دلوقتي على حلقتنا النهاردة وعلى فكرتنا النهاردة. زي ما انتوا عارفين احنا من اول الاسبوع شغالين على الوصفات السريعة، مش عايزين نقف في المطبخ كتير، بقى عايزين نستغل الحظر كده ونقعد نحظر كده مع بعض. النهاردة هنعمل مع بعض الجمال ده كله في 10 دقايق. ازاي هنعمل اسرع فراخ مشوية في الفرن من غير فحم في الفرن عندي، وهتديني اللون الجميل ده بتاع الفراخ الجاهزة بالظبط، لون الشوي الحلو الجميل وطعم ملوش حل. هتدعولي النهاردة على تتبيلة الفراخ المشوية السريعة أو شوي الفراخ في 10 دقايق. يلا بينا نسمي بسم الله ونقول المقادير وبعدين ندخل على التحضير. الله يا سمر، شايفين الفراخ بتنطق بتغمز بعينها، ايه بتقول لكم هكذا يجب أن تكون الفراخ المشوية. المقادير بتاعتنا هنشتغل على فرخة مفتوحة من الظهر وطبعا مغسولة كويس قوي، نص كوباية لبن، معلقتين كبار صلصة، معلقتين كبار كاتشب، حبهان مطحون، بهارات فراخ، ملح وفلفل، ثوم وبصل بودر، عصير ليمون، خل وزيت. تتبيلة سايلة ولا فيها طماطم مبشورة ولا بصل مبشور ولا الكلام ده كله، كل ده بيتحروق وبيغطيلي على شكل الفرخة نفسها، شكل الشوي بتاعها في الفرن. التتبيلة بتاعتنا كلها سوائل، كلها سايلة، اولا علشان تدخل جوه الفرخة في اقرب وقت تطعمها جدا جدا، ثانيا عشان تديلي لون الشوي الجميل بتاع الفراخ. خدوا بالكم من التكاية دي. بعد كده عندي صينية مية هحطها تحت الفرخة في الفرن عشان تتشوي، بس تفضل لحمتها طرية جدا. المية هحط فيها حبهان ورق لورا، وسر المهنة النهاردة اللي هيخلي لي ريحة الفراخ المشوية في منتهى الجمال وتقلب لك البيت عندك كله طعم وريحة مميزة، قشر البرتقال. برتقانة قشرتها وهحطها في المية مع الحبهان ورق اللورة، وشوفي بقى وشمي ريحة الفراخ وهي بتتشوي في الفرن عاملة ازاي. حاجة كده ما تقوليش لعدوك عليها، قولي لحبايبك بس. هنعمل ايه بقى بسرعة في أقل من 10 دقايق؟ هعمل التتبيلة السايلة. نجيب الأول معلقة، بص يا ستي بسم الله، ادي نص كوباية لبن، هناخد كل السوائل الأول، شوية زيت وده اللي بيدي لمعة حلوة قوي قوي للفراخ وهي مشوية، شوية خل يطرولي الفراخ ويدوها كمان ريحة حلوة. عندي ايه سوائل تاني في التتبيلة؟ عصير ليمون، وبعدين ادي الصلصة والكاتشب مع بعض. كاتشب كمان من الحاجات الرائعة في تتبيل الفراخ المشوية بالذات. معلقتين كبار صلصة، معلقتين كبار كاتشب، ولبن نص كوباية لبن، وخل وعصير ليمون، ما حطيناش اكتر من كده لغاية دلوقتي. وبعدين مضربك الحلو ده المضرب اليدوي، واشتغلي على طول اخلطي المقادير لزي العسل دي مع بعضها. برضو يا منة ماشي بجد بصي قلبي كده، شايفين اللون الحلو بتاع الخلطة ده وقد ايه اللبن حلو جدا جدا في الخلطة دي. النهاردة هتقومي دلوقتي على طول بعد الحلقة تعملي أسرع فراخ مشوية وتدعيلي. تعالوا بقى دلوقتي بعد ما خلطنا المقادير السايلة في بعضها نحط توابلنا. عندنا ايه؟ ملح، عندنا فلفل اسود، وايه كمان؟ بهارات فراخ، وايه كمان؟ حبهان مطحون، بصل بودر، وتوم بودر. شايفين كله 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 كده، مفيش اسهل من كده في الدنيا. بالشكل ده نركن كل اللي اشتغلنا فيه ده دلوقتي، وبعدين تقليبه حلوه. وقال ايه بقى يا ستي؟ التتبيله خلصت بس كده اهو،
طب هي مش محتاجه تتنقع شويه في التتبيله؟ لا، التتبيله بتاعتنا دي اللي فيها لبن وفيها خل وفيها عصير ليمون بتطعم لي الفرخه بره وجوه على طول، وخصوصا انها سايله زي ما انتم شايفين كده. وبعدين هنعمل ايه؟ هنلبس بقى جوانتياتنا عشان نتبل الفرخه بتاعتنا تتبيله حلوه كده، ندعكها دعكه حلوه كده بره وجوه وفي كل حته، وعلى طول هشتغل فيها واشويها. احنا متعودين دايما الفراخ المشويه بنقعد نقول ايه؟ انقعيها ساعتين بالقليل قوي قوي، يعني ممكن نص ساعه. دي لا، دي تبلي واشوي على طول ولا يهمك. الفرخه اهي مفتوحه من الظهر، بسم الله، شايفين ازاي شايله اي دهون زياده منها، مخلياها زي العسل، مش محتاجه افتحها ولا اي حاجه، زي ما هي كده. شايفين لونها عامل ازاي؟ عسل اهي. يلا بينا زي ما هي كده، واروح منزلاها في الخلطه كده بالشكل ده. كده الخلطه دخلت في كل الجزء اللي جوه. بعد كده اروح ماسكاه من كده قلباها بالشكل ده، ولون الخلطه الجميل ده هو ده اللي بيديني لون الشوي الرائع بتاعها. حاجه كده النهارده من الاخر، شايفين ازاي؟ اهي يا ستي، ادي الفراخ المشويه بتاعتنا. يا منال صباح الخير. صباح الفل يا قمر. صباح العسل. بصي الفرخه شايفه بتغمزلك بعينها. جميله، تسلم ايديك يا حبيبتي، كل حاجه بتعمليها زي الفل. ربنا يخليكي، ده من ذوقك والله. انا اول مره اتصل بيكي، وكان نفسي قوي اتصل بيكي من زمان. كلميني على طول عشان انا كمان افرح لما اسمع صوتك والله على طول باذن الله. ربنا يخليك يا حبيبتي. تعيشي تعيشي. صغير كده. قولي لي تحت امرك. يا ريت يا حبيبه قلب امر لله تعيدي لنا بس اللي هي ازاي نعمل ويبنج، وازاي نعمل الحاجات اللي بنشتريها غاليه قوي من السوبر. قولي لي قولي لي زي ايه؟ زي ايه وانا هحطها لك في الخطه؟ زي كريبة الطبخ، زي اللي هي الحلو والحادق. عملناها والله قبل كده وعملناها. انا عارفه بس معلش يعني ما كتبتهاش، وعايزاكي قبل رمضان بقى كده يبقوا عندنا بدل إن شاء الله. ما نروح السوبر ماركت نجيب ونسوي بس كده. امروني وما تخرجوش من البيت يا حبيبي. شوفوا انتوا عايزين ايه وانا اعمل لكم كل اللي انتوا عايزينه من عينيا. تسلم ايدك يا حبيبتي. حبيبتي تسلمي لي، يا رب، وصباح الفل عليكي. خلاص كده حطيت الفرخه في التتبيله، هشتغل بقى دلوقتي على طول. هجيب صينيه، كل اللي هحتاجه بس عشان اطلع شكل الفرخه زي الجاهزه بالظبط الشبكه بتاعه الشوي العاديه دي، وتانية ايدها بالشكل ده عشان تدخل الفرن عندي. لو الفرن عندك صغير ما بياخدش الشبكه وايدها مفروده على طول، بتدوسي عليها دوسه كده بتاني وبتشتغلي فيها كده زي ما هنشوف دلوقتي مع بعض. اهم حاجه عندي اعمل الميه الاول اللي هتديلي ريحه حلوه جدا جدا للفرخه بتاعتنا. حبهان ورق لورا وقشر برتقال بس، بالطبقه الايه البيضه بقى، بالطبقه الصفراء، ولا يهمني انا، كل اللي عايزاه في الموضوع الريحه الحلوه اول ما الميه دي تغلي في الفرن مع شوي الفرخه. تحطيش اي توابل ولا اي حاجه، مش محتاجين. بصوا بالشكل ده كده، شايفين شكلها عامل ازاي؟ الفرن عندي عالي جدا على اعلى درجه عندك بالشكل ده، والشبكه بتاعه الفرن لتحت سنه، يعني مش في النص، لا هي لتحت ماشي، علشان الفرخه تستوي كويس قبل ما تكون خدت وش من فوق. هاخد الصينيه دي الاول بالميه احطها في الفرن. بصوا بقى ازاي، بسم الله، فرن عالي جدا جدا في درجه الحراره بالشكل ده. خلاص كده واخلص منها الاول. اوعي تعملي الميه وبعدين تحطي الفرخه في الشبكه تيجي تشيله كله، كله هيتزحلق منك. اخلص الاول من الميه وبعدين تعالوا دلوقتي نشتغل في الشبكه والفرخه. هجيب بس الصاجه كده احطها تحت الشبكه بهذا الشكل. واول حاجه هعملها، وده بقى سر من اسرار المهنه، الشبكه دي لازم تدهن زيت من جوه عشان ما تجيش تلزق في الفرخه، تيجي تطلعيها تروح طالعه بالجلد المشوي الجميل، ابقى بوظت الدنيا. مدام ناديه صباح الخير يا صباح العسل. ازيك يا مدام ناديه؟ عامله ايه؟ مفيش حل بصراحه. ربنا يخليكي. لا ليا والله. ينفع اللي انت بتعمليه فينا ده بجد، والاسرار والسكات حبيبتي.
والأستاذة سمر يعني حاجة إخراج جميل، مدلعنا الأكل خالص بصراحة والله يعني كلكم يعني حاجة كده روعة جميلة جميلة جميلة. ربنا يكرمك، تسلم إيدك يا سيف هلا على كل حاجة بتعمليها بصراحة. ربنا يكرمك يا حبيبتي، مش حرمانة من حاجة وقاعدين في البيت كده براحتنا وسامعين كلام الحكومة. أحلى حاجة يعني نسمع الكلام، وقعدة البيت دي أحسن حاجة للإنسان في الجو فترة اللي مؤقتة احنا جدا كده وقصيرة بإذن الله، وتعدي على خير يا رب إن شاء الله. بصوا يا جماعة، مسكت الفرخة كده، شكرا يا مدام نادية وشرفتيني، زي ما قلت لكم مفتوحة من الظهر، تخلي الوركين باصين لبعض كده، وبعد كده بشيلها من التتبيلة وأحطها مفرودة بالشكل ده، وبرجع أحط عليها شوية تتبيلة كده بصوابع إيديا، مش أكتر من كده. نشيل دي ونقلع برضو الجلافزات دي، ونبتدي بقى دلوقتي في مرحلة تانية اللي هي ازاي اكبس الفرخة جوه الشبكة. افتكري الكلمة دي كويس، مش مجرد ان احنا بنقفل عليها، لا ده احنا بنكبس عليها كبسة جامدة جدا علشان تبصم معايا. التكاية المهمة هقولها تاني، وسمر جايبالنا الفرخة الحلوة دي، الشواية من جوه لازم تدهن زيت عشان ما تلزقش في الجلد بتاع الفرخة لما تستوي. هقفل عليها كده، بصوا، واضغط بالشكل ده، طلع القفل لفوق. بصوا انا تانية الاتنين دول ازاي عشان يدخلوا الفرن عندي كده، واروح جايبة اليدين بتوع الشبكة وضغط عليهم بالقفل كده. ايه اللي حصل هنا؟ المربعات بتاعة الشبكة غرزت في التتبيلة وغرزت في الجلد بتاع الفرخة. تقوم بقى لما تتشوي وتستوي تيجي بالراحة تطلعيها، اولا الشبكة مدهونة زيت فهتطلع بسهولة، ثانيا هتبصم لك المربعات دي على الفرخة فتديكي شكل المشوية الجاهزة بالظبط. هاخدها بقى دلوقتي بالصاجة دي وهي تحتها كده، وهحطها في الفرن فوق الصينية اللي انا زبطتها. هنشوف ازاي الفرن عالي جدا يا جماعة، اعلى درجة حرارة. ماشي، تعالوا بقى بينا، يلا يا سمر على الفرن، سبقتك، بسم الله. بصوا ادي الصينيه اللي فيها الميه، اللي فيها ورق لورا وحبهان وقشر البرتقال اللي هو سر المهنه. هروح واخده الفرخه بالشكل ده وحطاها كده، مثبتاها كده في الصينيه اهي بالراحه كده اهي، شايفين ازاي؟ بس كده بالمنظر ده على اعلى درجه حراره لغايه ما الاقيها استوت، اغرس كده السكينه فيها ما تطلعليش اي سوائل، تبقى استوت. لو ما كانتش خدت لون، كل اللي هعمله اني هطفي من تحت وولع عليها الشوايه سيكه بس تستوي، تبقى زي الفل. الله ينور يا احلى سمر في الدنيا. بصوا كده، بصوا بقى كده معايا، دي الصينيه كده سمر جايبه لكم نيه. نروح داخلين بقى دلوقتي على المستويه ونشوف شكلها لما بتستوي بتبقى عامله ازاي، بتلمع ازاي، واخده لون حلو ازاي. الله اكبر عليها، زي العسل. وشويه رز بسمتي اصفر معاها، وشويه سلطه، سلطه الحاتي اللي هي بميه دي، وكمان هدلع الاكله بتاعتي كل ده في خلال العشر دقايق، واحط عليها شويه مكسرات تدلع لي الدنيا بقى كده. نفتح نفس الولاد. طيب بصوا كده المكسرات من غير اي مادة دهنية، وعليها شوية زبيب على طول تسخن بس، وهننزلها على الرز على طول. هنغرف السلطة بس على طول. طيب ماشي ماشي يا سمر. ها طيب، هغرف السلطة لغاية ما هتطلعوا فاصل وترجعوا لي بالسلامة. فاصل قصير بس، اوعى القناة تتغير. اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل، بكمل الغدوة الطعمة اللذيذة بتاعتنا النهاردة بسلطة الحياتي اللي احنا لسه عاملينها من كام يوم بالمية الجميلة، المية اللي تفتح النفس، بيسموها بقى ايه، سكالانس، بيسموها حاجات كتير، اسامي كتير، فدي بتفتح النفس جدا جدا مع الاكلة بتاعتنا، مع شوية السلطة اللي حطيناهم في نص الصينية
والمكسرات كمان اللي بحمصها من غير اي ماده دهنيه، وكده تبقى الاكله بتاعتي متكامله، جريمه متكامله الاركان النهارده. فراخ المشويه اللي في العشر دقايق دول هتدعولي عليهم، انا عايزه هديه، هديتي ان انتوا تبقوا مبسوطين والاكل يعجبكم، وتدعولي دعوه حلوه ان شاء الله وتعتمدوها عندكم على طول باذن الله. نشيل بقى دي كده ونشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. ادي ميه السلطه هنحطها بقى كده في وسط الاكل كده بالشكل ده، ونظبط كده تاني هنا مثلا، خلي اتنين بس كفايه، صح كده يا سمر؟ كفايه الاتنين دول قوي، حلوين قوي. وخلي لنا دي امزمز فيها بعد كده مع الاكل بقى كده. وبعد كده زي ما قلت لكم شويه مكسرات لو موجود عندك حمرناهم، نحطهم برده كده في كل حته بالشكل ده. مكسرات بقى والزبيب مع الرز البسمتي والمشويات بالذات، يا سلام يا وعد يا وعد النهارده على الصينيه بتاعتنا اللي تستاهل بقكم، تستاهل القعده اللي احنا فيها النهارده دي، ندلع نفسنا باكله حلوه كده وطعمه زيكم بالظبط. هكذا خلصت الغدوه ما عدا تكايه بسيطه جدا جدا، ناقص لها ايه؟ ناقص لها شويه شاي بالنعناع. بصوا بقى الجمال وريحه النعناع الاخضر، عسل مفيش بعد كده. نقدم بقى الشاي ونقدم الصينيه. يلا يا سمر يلا نقرب بس دي كده شويه، وادي الشاي بالنعناع الاخضر بتاعنا هناخد كده. بصوا بقى لما تيجوا تعملوا شاي بنعناع خدي الاول عود نزليه كده وسيبي ورقه، وبعدين خدي زعروره، الزعروره دي هي اللي فيها الخلاصه، اسمها كده، بصوا دي اللي فيها الخلاصه بتاعت النعناع كله، الزعروره دي، دي بقى تنزل تحت اهي يا فندم. هي دي الزعروره. شفتي الزعروره يا سمر؟ تاني عملنا ايه؟ ناخد عود عادي انزله كده بالعكس، وبعد كده نروح قاطعين حته زعروره صغنطوطه اللي هي فيها البرعم بتاع النعناع، البرعم ده هو اللي بيبقى فيه خلاصه الطعم والريحه والفايده كلها بتاعت النعناع. شويه بقى شاي النهارده مع الاكله الحلوه دي يستاهلوا بقكم. وخلاص خلصنا الاكله بتاعتنا، حتى الشاي كمان عملناه، عايزين ايه تاني؟ حتى الشاي عزماكم عليه، شويه شاي بالنعناع زي العسل. ان شاء الله هنعزم دلوقتي دكتور هشام على كوبايه شاي بالنعناع معانا، ويا رب النهارده العزومه اللي احنا عازمينها له تعجبه وان شاء الله تليق بالمقام باذن الله. كده خلصت غدوتنا العسل النهارده، عملنا اسرع فراخ مشويه في الكون، ما خدتش 10 دقايق، تتبيله سهله بتروح داخله على طول جوه لحمه الفراخ، وبتطريها جدا جدا، وشويناها زي ما شفتوا ازاي. وعندنا خطوه او سر مهم جدا، تكايه قشر البرتقال اللي في الصينيه اللي فيها الميه اللي تحت الفرخه، تفضل الفرخه مشويه لكن بصوا طريه جدا، لحمتها طريه جدا جدا ما تتخيلوش قد ايه. دوسي في اي حته تبصي تلاقي اللحمه طريه، عشان بخار الميه اللي تحتيها لما بيطلع بيسويها وينعم الانسجه جدا جدا جدا. يا رب الغدوه تكون عجبتكم، هنطلع فاصل ونرجع نستقبل دكتور هشام عبد الستار مع بعض، فاصل قصير بس هو القناه تتغير.
وسهلا بيكم بعد الفاصل. في الفاصل الاولاني عملنا احلى واطعم فراخ مشويه تستاهل بقكم، وزي ما قلت لكم النهارده حلقتنا مميزه جدا، فقرتنا مميزه جدا، كانت تستاهل ان احنا نعمل حاجه تليق بالمقام بوجود معانا النهارده دكتور هشام عبد الستار استشاري التغذيه العلاجيه وكمان رئيس مجلس اداره مجموعه شركات فيتارم. دكتور هشام بالنسبه لي حاجه كبيره جدا جدا، على المستوى الشخصي هو اخ بمعنى كلمه اخ، فكون ان هو النهارده يشرفني في مطبخي المتواضع ويشرفني في حلقه من حلقاتي، ده انا هعتبر ده سي في اكتبه كده على طول عندي. لا شرفتني يا دكتور، والله شرفتني. اخبارك ايه؟ الحمد لله انا سعيد جدا بان انا موجود معاك النهارده. انا اسعد. احنا الناس ما تعرفش ان احنا بنتعاون مع بعض بقالنا 5 سنين مجموعه فيتارم هي الراعي الرسمي لبرنامج الشيف هاله، وان احنا نتقابل على قناه عظيمه زي قناه النهارده دي حاجه سعداني جدا، يعني سعيدنا انا معاك النهارده. اكتر حاجه تسعدنا ان حضرتك لبيت فعلا طلب الناس، ان انت تكون موجود بنفسك وترد على كميه الاسئله اللي بتيجي والرسائل اللي بتيجي. فعارفين دكتور هشام بجد بجد مصدر ثقه عالي جدا جدا. اول سؤال عايز اساله لك، ايه اللي انت عامله مع الناس ده؟ ايه اللي انت عامله مع الناس ده؟ بجد انتوا اثبتوا نفسكم في وقت قياسي جدا يا دكتور، ما شاء الله. يعني الحمد لله شركه فيتارم، اولا الاسم نفسه ده بالالماني معناه نحت الجسم. ان انا يعني اصلا الاسم الشركه من الاول من 5 سنين هنا في مصر. الحمد لله احنا مؤسسه، احنا مش فرد واحد. انا فخور جدا بالشباب اللي معانا في الشركه ومجموعه الاخصائيين ومجموعه السيلز، لهم مني كل الاحترام والتقدير. ناس بتشوف شغلها كويس، ناس مدربين كويس قوي، مجتهدين. كل الفريق اللي بيطلع معاكي سعيد جدا وفخور ان ده الفريق بتاعي، ويعني بنحاول نقدم حاجه كويسه جدا للناس. والغرض ان انا مش جاي اقول لك جرب معايا، احنا بنجربش، احنا جايين نخس. يعني لازم الناس اللي هيتعامل معانا، احنا في الوقت الحالي طبعا بالنسبه لكورونا والجو اللي احنا عايشينه ده، طبعا ربنا الحمد لله يعني يسترها، واحنا شعب طيب ملوش في حاجه، وان شاء الله ربنا هيكرمنا جدا يعني. وانا سعيد ان الناس بدات تتفهم الوضع واحده واحده. احنا الحمد لله يعني وضعنا بالنسبه للدول العظمى وضع كويس قوي، والحمد لله بكتير، والحمد لله ربنا حافظ مصر اليوم الدين باذن الله يا رب، وربنا يحفظنا جميعا يا رب. الحكايه سهله مع الناس، انا مش عاوز انتزها من قعده البيت، هي فتره وهتعدي، كل هذا سيمضي وسيمر، هي مساله وقت ان شاء الله. اهم حاجه اغسل ايدك كويس، حافظ على نظافه شخصيه كويس قوي، دي اهم حاجه اهم حاجه اهم حاجه، ما تلمس حاجه. حتى الاوردر نفسه بتاع الشركه اللي بيجي لك، بتلاقي المندوب بتاع الشحن لابس كمامه، لابس جلافز، الكورس نفسه متعقم. انت لازم تكون فاهم ان احنا بنكون حريصين قوي على صحه الناس. احنا اهم حاجه عندنا نخس وبصحه وبامان ومن غير ما نعمل لك مشكله. انا السبب الرئيسي اصلا ان انا جاي النهارده، انا قافل عيادتي بقالي مده كبيره بحكم ان التجمعات، الجو اللي حاصل، انا بيجي لي تجمعات كبيره جدا، ممكن 100 و200 ما ينفعش. فانا حسيت ان انا بقالي مده ما اتواصلتش، حاسس ان انا قاعد في البيت مع الجو العام اللي احنا عايشينه ده. جو الاكتئاب بشكل عام او الفراغ مخلي الناس تاكل كتير، الناس عندها رغبه. انا يا دكتور بتغدى 5 6 مرات عشان 5 مرات مستحيل. فانا بدات ان انا لا لازم اوقف، لازم ان انا ابدا اعمل دايت او مش دايت، ابدا ان انا اخد كورسات يعني اامن نفسي. انا نفسي باخد فيها بقالي مده يعني. الحمد لله انت هتخس. انا بوعد الناس ان من اول اسبوع لا انت هتلاقي فرق. انا جاي النهارده عشان هتخس، لازم الناس كلها يكون عندها الفتره اللي جايه دي، احنا لما نخس هنعلم مناعه. بمعنى انا مثلا ماشي على دايت او مش ماشي على دايت، باكل اقل عشان برضه الدايت دي بتضايق بعض الناس. لا انا بديك حاجه بخليك ما تاكلش اصلا، كده او كده مش هتعرف تاكل، بس انا عاوزك تاكل عشان معدل الحرق في الجسم يفضل ماشي. لازم يكون عندنا ان احنا رغبه ان احنا نبدا ان الاكل بتاعنا يتقبل فكره ان هو مش بخلص اكل لما الاكل يخلص، لا بحسب نفسي انا باكل قد ايه. في بعض الناس بياكل كتير جدا من غير ما يحس ان هو كل. في بعض الناس بيكون عنده مثلا اكل باقي مكان الاولاد او كده، يقول لك حرام يترمي، لازم اكله فتاكله. فبتلاقي نفسنا مع الوقت بقينا احنا قاعدين مش في حجر صحي، قاعدين في تسمين. الناس بتدخل بطريقه مستحيله يعني. لا وفي ناس بتفطر الصبح ببقيه الغداء، ده حقيقي. يعني ده غالي، نفطر الصبح مثلا رز وطبيخ ولحمه ومش عارف، امال هنتغدى ايه ونتعشى ايه؟ 3 وجبات بقى، وزي ما انت بتقول 5 وجبات 6 وجبات. احنا هدفنا ان احنا جايين نقول للناس ان احنا مؤسسه. انت من اول ما بتعمل التليفون وبتبدا تتكلم مع شركه بتلاقي في ناس متخصصه بتشرح مثلا طولك، وزنك، السن، الحاله الصحيه، في اي عندنا اي مشاكل بتقولها للفريق الطبي، بعرف احدد لك الكورس. انا النهارده نازل ب 12 منتج جديد، نازلين باكبر مجموعه، يعني جاي نفرح الناس ان احنا عندنا الحمد لله دلوقتي كورس. لا بالضمان هتخس،
ما مش بنهرج بالضمان. طبعا الكورس بتاعنا بالضمان ده اساسي. انا جاي اتكلم مع الناس النهارده ان انت مش هتجرب وهشتري كورس، لا انت ان شاء الله جاي تخس. اللي عاوز 5 6 كيلو هيخسهم، اللي عاوز 10 كيلو هيخسهم، اللي عاوز 20 كيلو هيخسهم، اللي عاوز 50 كيلو 60 كيلو هنخسهم. انا النهارده عاملين فقره مجمعه، احنا بنستعرض ان احنا الحمد لله انجازات شركتنا في خلال 5 سنين، وبالاخص كمان السنه دي من اولها الحمد لله طالعين في النمو ما شاء الله كويس، وان احنا الحمد لله بنحس بسعاده. هي القصه ان احنا مش عاملين شركه، لا هي المتعه والسعاده لما تحس ان حد كان تعبان والحمد لله بقى كويس. حد مثلا كان بيعاني من مشاكل والدنيا كانت صعبه عليه ويجي لك محبط قوي يقول لك انا عملت رجيم 100 مره انا مش هخس، انا هعمل وبرجع تاني. انا باجي اعمل رجيم بيجي لي حاجه نفسيه كده او شيطان في البيت وما بيقدرش. وبرده بصراحه في بعض الزوجات في البيت او الازواج بيكونوا مشكله، يعني مثلا يلاقي حد عامل رجيم يلاقيه زي الشيطان كده في البيت، عامل له حلويات، عامل له حاجات. على فكره يا دكتور بس بص بقى انا كده يعني بنتي مثلا او ابني ساعات، لا بص يا ماما انا الاسبوع ده هعمل مش عارف ايه، الاقي نفسي والله تلقائيا عامله اكل، يقعد يقول لي انت مغري قوي، يعني مغري قوي الواحد ما بيقدرش يصبر. لا انت هتخس بامان. احنا بنديك حاجات متكامله. انا النهارده عامل كورس لكل كورس، عاملين عرض بكل عرض، يعني عاملين حاجات للناس النهارده بحيث ان انا جاي لا كله يبدا يخس. احنا الصيف بدا يخش، الحراره بدات تعلى شويه، الواحد يجي يقف قدام المرايه يلاقي شكله بيجي له عقده نفسيه، ينزل يشتري اللبس مثلا او ينزل يعمل حاجه بتلاقيه مع الوقت ان هو ما عادش قادر. فاهم قصدي ايه؟ لازم الناس برضو تهدى، التوتر بيزود الاكل جدا. يعني لازم تعرف ان قضاء ربنا هينفس. واحنا الحمد لله وضعنا كويس جدا، بناخد حذرنا وعايشين حياتنا طبيعي، لكن هنكتئب. الناس بتكتئب بطريقه مستحيله. الاكتئاب ده بيخلي الغده الكظريه اللي فوق الكبد اللي فوق الكلى بتفرز هرمون اسمه الكورتيسول. الكورتيسول ده هرمون بيأهب الجسم ان انا داخل لخطر، فبيخلي وظائف الجسم كلها تقل بما فيها المناعه، بيخلي الجسم متوتر، ده زائد ان هو بيزود النهم من ناحيه الاكل. انا ما اوترش نفسي، انا لازم اكون هادي ويعني اكون حريص واعقم كل حاجه واكون ناضج شخصيه، بس اقعد في البيت ما تطلعش من البيت. العالم كله يا اخي قاعد في البيت، مش احنا بس اللي قاعدين. هي فتره وهتمر، فتره وهتعدي، وحياتنا العاديه اللي ما كانتش عجبانا هنرجع لها تاني لانها وحشتنا. الواحد بيحس ان دي نعمه كبيره جدا من ربنا. بالزبط. مش كنا حاسين بيها. لا احنا النهارده جايين نتكلم في مجموعه عروض للناس. مثلا سي كده حد عاوز ينزل 10 كيلو من 10 15 كيلو مثلا، لا هتاخد كورس، الكورس ده هديك فيه حاجه تقفل لك الشهيه بطريقه مستحيله. مش هتاكل ده بجد، مش مثلا مجرد ان انت هتدوق بس تلاقي نفسك شبعت على طول، خلاص الموضوع انتهى. طبعا بس احنا هنكون حريصين وهندي الناس ازاي ياكلوا، بس طبعا الحاجات اللي انت عاملاها دي يعني لا تقاوم جدا جدا بص انا النهارده عاملاها مشويه في الفرن، خفت من دكتور هشام يا جماعه، قلت النهارده الاكل لازم يبقى مشوي في الفرن عشان ما يقوليش اي حاجه. احنا هنكون حريصين ان الناس تمشي على الكورسات بالطريقه اللي انا عاوز اقولها دلوقتي. يعني مثلا سي واحد عاوز ينزل من 10 15 كيلو، احنا جايبين حالات لناس النهارده خسوا حاجات، جايبين مثلا 10 كيلو، مثال 20 كيلو، مثال 50 كيلو. طبعا معانا محمد مصطفى ده الرقم القياسي بتاعنا 107 كيلو. انت عارفه يعني ايه واحد يخس 107 كيلو؟ طبعا ده يعني بني ادم تاني، انسان تاني خالص. والله يا شيف الاول كان بيكلمنا وكان بيتكلم معانا ان هو عنده مشكله نفسيه اصلا في التعامل مع الوزن، ان هو ما فيش ثقه خالص. ومحمد انسان بسيط خالص، ويعني محمد خد الامور بتلقائيه. يعني محمد ما شاء الله عليه بدا معايا من 187 لغايه 80. هو في اكتر من كده حاجه؟ هي الجراحه اصلا لو عملتها هجيب لك كل الرقم ده؟ لا، هي الموضوع عاوز باور بس، الاعراض الجانبيه، وغير ان عرضت نفسك لعمليه ومشرط وشغلانه، وكمان اعراض بعد كده في الحاله الصحيه نفسها بتاثر. بس بشكل عام دي لها تخصصات واحنا تخصصات ثانيه. احنا ضد، يعني احنا بنحاول ان احنا نمنع الجراحه على قد ما نقدر. في بعض الناس بيستسهل، لا ده الحوار سهل اصلا عندنا. الموضوع مش هجوعك وهتعبك ولا كده، لا كل حاجه انت عاوزها. انا مش عندي مشكله معاك خالص. صحيح. انا بديك كورس متوازن. يعني بديك كذا منتج في كورس واحد، بعرف ان انا اوصل بيك من 10 ل 12 كيلو. اعرف اوصل بيك ل 15 كيلو ممكن في الشهر. وتحت رعايه طبيه. بنتابعك وبنكون حريصين معاك، وبتلاقي ناس بتتابعك كل اسبوع، وبتلاقي عندنا مواعيد المتابعه من بعد 7 محددينها للناس، اللي هو بتاخد رعايه. القصة عندنا مش ان انا مش مجرد بيع وشراء وخلصنا وعلاقتنا ببعض خلصت ولا كده، لا ده المتابعة يا جماعة شغالة على طول في اي وقت. زائد دايما دايما شركة بيتارم الشحن مجانا، ما بتلاقوش حد بيفضل عامل على طول الشحن مجانا غير بصراحة شركة بيتارم. طب احنا معانا نورة على التليفون. فضل. يا نورة اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا شيخ خالد، ازيك يا استاذه نورة؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحاجات الجميله اللي انت عاملها لنا دي مش اجمل منك يا قمر، والله ربنا يخليكي تعيشي.
قولي لي يا نوره ليك اي سؤال؟ لا الله يخليك، انا احب بس بشكر دكتور نسام اللي مع حضرتك والفريق الطبي اللي تبعه. ايوه انت خدتي الكرسي يا نوره؟ نوره وطي التلفزيون. حاضر. يلا وطي التلفزيون وتعالي لي يا حبيبي. ماشي يا دكتور. ماشي يا شفاء. قولي لي انت خدتي الكرسي يا نوره؟ انا خدت كورسين اثنين والحمد لله، يعني ما شاء الله، يعني جيت على المنتج وجيت ما شاء الله. بحب اشكر دكتور هشام والفريق الطبي بتاعه. بحب اشكركم كلكم والله العظيم، ان هو كمان بيقف جنب الناس الغلابه، ربنا يخليه ويبارك. جدا جدا يا نوره والله، يعني يا جماعه زي ما بقول لكم على المستوى الانساني اسالوه دايما، نسميه دكتور هشام الدكتور الانساني. قبل ما يكون في كورس او منتج او دايما دايما بيدور على الجديد لمصلحه الناس، دايما بيدور اللي يفيد الناس، وزي ما انتم بتشوفوا على طول الخصومات. انا بتفاجئ 70% خصم النهارده، 50% خصم النهارده، يا دكتور يقول لي لازم نراعي حاله الناس، لازم نراعي الظروف اللي الشعب كله فيها. فعشان كده دايما بقول الدكتور الانسان بمعنى الكلمه. ربنا يخليك يا شيف. هي نوره دي ما شاء الله عليها حاجه جميله كده، يعني ست جت اشتريت مننا كورس، وبعد كده التاني، وبعد كده التالت، وبعد كده كملنا معاها لغايه ما نزلت بالك يعدي 50 كيلو، وبعد كده جابت اختها عملوا تحدي، الاثنين ما شاء الله نزلوا ارقام مستحيله، وبعد كده لقيت نص البلد تقريبا اشتريت مننا. ما شاء الله. هي الفكره كلها بتكون ان هي بقى عندها ثقه، فبتتكلم مع الناس، لا ده نزلني والناس شايفه النتيجه، شايفه هي ده اللي انا بتكلم عليها. عشان كده انا بوعد الناس ما تستناش شهر، انت بعد اسبوع هات مازوره وقيس الوسط، بعد اسبوع تعالى وزن نفسك وشوف الفرق عامل ازاي. هتحس بفرق رهيب حتى قدام المرايه نفسها. احنا كل كيلو جرام بيعمل 3 كيلو دهون. يعني بمعنى مثلا لو نزلت اول اسبوع 5 كيلو كانه 15 كيلو دهون. انت نفسك كشيف بتلاقي مثلا الدهون اللي موجوده في اللحمه بتلاقي حجمها كبير كده، لو وزنتيها على الميزان بتلاقيها 100 جرام 200 جرام، مع ان حجمها يعني الحجم بتاعها اكتر من الوزن بتاعها. فده بالنسبه للوزن. ناس تقول لي مثلا ايه، انا خسيت في الشكل وما خسيتش في الميزان. ده وارد، بس ده برده مش معانا. احنا معانا هتنزل في الوزن وفي الميزان. انا جاي النهارده يعني ابشر الناس ان في منتجات مش جديده، دي منتجات رهيبه. احنا بنتكلم على حاجات للناس لاول مره بتنزل مصر برعايه شركه فيتارم، لاول مره بيكون موجوده عندنا الحاجات دي اصلا، ان احنا بنشتغل على الحاجات كبسوله مثلا بناخدها بعد الفطار، دي بتقفل الشهيه. بتقفل الشهيه ازاي؟ دي بتنزل داخل المعده بتتفتح، بتاخد مجراها وبيطلع يبعت اشارات ان المعده مليانه. في ماده اسمها ماده الاسبينيلين، دي ماده دي موجوده بياخدوها من توت البري. دي بتكون مسؤوله ان هي بتعمل بالك داخل المعده او بتنفش داخل المعده زي السفنج كده عليك نور، وتاخد شيب اكبر. فده يخلي بعض اشارات للمخ انا شبعان، مع انه في الحقيقه هو اصلا ما اكلش، او حتى لو كل بياكل حاجات صغيره. عاوز تاكل محشي ما تاكل، عاوز تاكل رز، عاوز تاكل مكرونه، ورينا ان انت بتاكل بس ما تكترش. في احيانا بعض الناس في المعده بس كده هي اللي فاضيه اللي هي دوبك هياكل. هو في مشكله عند بعض الناس بياكل وهو مش جعان. طب انت مش جعان، طب بتاكل ليه؟ بعض الناس بيوصل لمرحله، في بعض الناس في معانا في الشركه يقول لنا مثلا ايه، بيكون بالليل بيصحى في حاله لا وعي، يخش على الثلاجه يفتح دكتور حاله الثلاجه دي وخصوصا بالليل وياكل. فطبعا دي مشكله بالنسبه لنا، احنا ازاي هنقدر عليك كده؟ انت راجل بتاكل حتى وانت مش جعان. ما هو الواحد بياكل الحاجتين اتنين، يا اما جعان يا اما نفسه في حاجه. لكن انا لا كده ولا كده، انا بعرف اعمل كنترول على نفسي. وبشكل عام برضو بنديله الكبسوله اللي هي بعد الفطار دي بتقفل له الشهيه نهائيا، بتخليه بياكل بالعافيه. بقى خلاص 24 ساعه مفعوله في الدم، وامان الامان مش فيها اي مشكله، بس بنحدد له النوع طبقا لحالتك الصحيه. ما هو مش كل حاجه لاي حاجه. لا انت بتحدد لنا واحنا بنحدد لك انت تاخد ايه بالظبط، وبنتابعك وبنعدل. وما شاء الله يعني الحمد لله الواحد بيكون فرحان قوي ان مثلا بتلاقي الواتس، بتلاقي الفيس بتاع الشركه، بتلاقي حتى تعليقات الناس، الناس راضيه ومبسوطه. وده الاهم حاجه، ان احنا الحمد لله بنقدم رساله. والله يا دكتور يعني لدرجه ان انا بس اعلنت ان حضرتك هتكون موجود معانا، لقيت كميه اسئله وكميه رسائل زي ما يكونوا كانوا مستنيين الحلقه دي. عايزين بس ننوه على ارقام التليفونات اللي موجوده قدامكم على الشاشه لشركه فيتارم. يا جماعه مجموعه شركات فيتارم، الارقام قدامكم على الشاشه والصفحتين على الفيسبوك هينزلوا دلوقتي عشان نحصل على المنتج الامن الفعال الاصلي من غير اي اعراض جانبيه. من فضلكم ما تاخدوش اي ارقام تليفونات من بره، الارقام اللي بس موجودة على الشاشة. ومعانا بوسي على التليفون. يا بوسي اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا بوسي؟ ازيك يا شفال؟ ازيك يا عمر؟ عاملة ايه؟ الحمد لله تمام. ازيك يا دكتور هشام؟ الحمد لله بخير.
منور الدنيا. والله منورنا. انا عن مقابله شخصيه انت فعلا يعني انت قلتي اللي احنا عايزين نقوله. صحيح. اه والله الانسان قبل ما يكون دكتور. دي حقيقه والله فعلا يا بوسي. يعني قولي لي يا بوسي انت شخصية. كنت لسه اقول لك ايه تجربتك بقى؟ عملتي ايه؟ انا ونورا دخلنا تحدي مع بعض. هي ونورا اختي على فكره اللي كانت بتتكلم من شويه. تمام بوسي ونورا. ايوه ماشي. وبعدين مين اللي كسب؟ انا طبعا. انا طبعا. شوف الثقه. ما طبعا هي قفلت وانا هروح اطبيع اسالها. ماشي مصدقاكي يا بوسي مصدقاكي. هعتبر ان انا مصدقاكي. لا ده حقيقي الاثنين هايلين قوي. ما شاء الله عليك. يعني انا حابه اشكر دكتور هشام على الهوا. الدكتور الانسان فعلا. انا كان حصل لي ظروف وما قدرتش اشتري المنتج. يعني انا اخدت كورس وخدت كورس والكورس الثالث مع المتابعه طبعا عرفت دكتور نهى ان انا مش هقدر اكمل. تمام. دكتور هشام بعت لي المنتج مجانا. الله. لحد يعني. البيت عشان اكمل وعشان اطلع معاكي ان شاء الله في حلقه اوريكي قبل وبعد. يا ريت يا ريت اتمنى والله تطلعي معايا. الناس كلها تشوف احنا نزلنا قد ايه. احنا الاثنين هنحضر معاكي ان شاء الله. يا ريت اتمنى والله يتطوروني. انا عايزه اجيب الوزن المثالي عشان اطلع بكل ثقه اقول ان انا فعلا المنتج اللي انا خدته من الشركه ده عمل معايا نتيجه. وانا مريضه ضغط وسكر على فكره كمان. ربنا يشفيك يا حبيبتي ويعافيكي. وعمتي برضو خدت المنتج ونزلت عليه برضو 16 كيلو. تمام. مريضه ضغط وسكر برضو. العيله كلها زي ما دكتور هشام نص البلد خد المنتج على حس نوره. مش كده؟ على حس نوره. انا لما بقول على المنتج بتكلم بالصوره. طب قولي لي قولي لي يا بوسي. يعني انا بوري للناس صورتي قبل المنتج وصورتي بعد ما استعملت المنتج. فرق رهيب. ما شاء الله. طب قولي لي في اي حاجه تعبتك في الفتره دي او كنت حاسه باي اعراض؟ اي اعراض جانبيه. وانا بقول للناس بكل ثقه مفيش اي اعراض جانبيه للمنتج. حسيتي كده لما خسيتي وتخلصتي من الدهون الكتير دي ملامح وشك بانت كده حلويتي يعني يا بوسي بمعنى اصح مش كده؟ نفسك كله وخد المنتج. يعني كل اللي انت نفسك فيه. انا مريضه سكر. مش حرمان. ما عندناش حرمان. انا الحمد لله باكل اللي نفسي فيه والسكر مظبوط الضغط مظبوط. مفيش اي اثار جانبيه مع المنتج نهائي. طب الحمد لله. الحمد لله. زيرو فعلا. هستناكي تكملي يا بوسي ان شاء الله. بقى ان احنا في موضوع الكورونا بقى ان احنا محبوسين في البيت قاعدين موراناش حاجه غير الاكل. بس خد الحبايه وافتح الثلاجه. ايوه بالظبط كده. شكرا يا بوسي نورتيني. وانت وعدتينا ان شاء الله ان انت هتطلعي معانا في حلقه تورينا قبل وبعد عشان ندي طاقه ايجابيه وندي امل جديد لكل الناس اللي حابسه نفسها جوه السمنه وما بتاخدش خطوه يا دكتور. لا ده بوسي كمان فيها ميزه ان هي كانت مثلا خست معانا بعد شهر بعد الثاني جت الثالث هي كقدرة مادية مش قادرة. مش قادرة. لا الفكرة هنا في الاستمرارية. ان انا عاوز اكمل رحلة نجاح لغاية الاخر. وبصراحة الناس دي كويسين جدا. بتلاقي ناس ما تعرفهمش ولا يعرفوكي وبيدافعوا عنك باستماتة وبيدافعوا عن حاجتك اللي انت جايباها. الواحد بيكون مبسوط طبعا وفرحان طبعا جدا بالناس دي طبعا. انا بصراحة الناس وحشتني. ان انا بقالي مدة اصلا قافل كلينك العيادة عندي. الدنيا عندي برضو. انا يعني انا بحب الناس. انا بحب اتعامل مع الناس قوي. بتشوف النتيجة قدام عينك اسبوع عن التاني بتلاقي فرق. حتى في الشركه عندنا او في مجموعه الشركات كلهم عموما كلهم ولادنا عشان ما حدش يزعل مننا. ايوه هي الفكره كلها بتكون ان احنا بنحاول نطبق سيستم. بمعنى انا برضو عاوز دلوقتي وانا بشرح للناس بنقول لهم انت تاخد الكورس ازاي؟ تشتغل ازاي؟ اه انا مثلا الناس بتعمل ضغط مكالمات وقت الحلقه ودي بيكون في مشكله. احيانا ممكن نلاقي حد عاوز يعمل متابعه. يا جماعه لا المتابعه بتكون بعد 7 عشان احنا الناس بتتابع شغلها اللي هي بتعمله في الفتره دي. الفتره اللي هي بتعملها الناس الجديده بقى اللي بتطلب الناس الجديده الكورس. احنا مثلا الكورس عندنا انا برضه عاوز اتكلم في حته الكورس دي مع الناس. الناس تعرف احنا بنشتغل ازاي. احنا بندي مثلا كبسوله بعد الفطار دي بتكون للشهية 24 ساعه. في كبسوله ثانيه بتاخدها ممكن بعد العشاء دي بتعلي معدلات الحرق وتخلي جسمك بالليل بقى فتره بالليل. طبعا البي ام اي بيقل. طبيعي ان معدل حرق الجسم نفسه بعد 7 بالليل بيقل. دايما بنقول للناس جسمنا زي الشمس. يعني الصبح بتلاقي الشمس حاميه وما شاء الله ساطعه على اخر النهار بتبدا تغرب مختفي خالص. احنا بعد 7 العداد بتاعنا بيقلب. بدل ما احنا بنحرق لا احنا بنخزن في الدهون تخزين بقى. فاحنا بنحط حاجه بالليل تعلي معدلات الحرق. جايبين نقط. النقط دي بنحط منها 10 نقط على نص كوبايه ميه. دي عباره عن ال كارانتين وكافيين. ما هو ال كارانتين وما هو الكافيين؟ ال كارانتين ده له كذا فايده. ان هو اصلا فيتامين بيحسن البشره جدا مع فيتامين اي طبعا بيحسن البشره جدا. دايما بعض الناس تقول لك انا بخس وشي بينشف. بالزبط. انا بخس عيني بيبان من تحت هنا هالات بلاقي وشي مش كويس وملامحي اتغيرت. كل اللي يشوفني يقول عيانه عيانه عيانه. واحنا بنحب الحاجات الكومبليكيتد دي. حاجات اللي هي بتكون مشكله مع الرجيم. مش جاي يخس وخلاص. يعني مثلا حد عنده مشكله في الانيميا حلها له.
انيميا اثر على وشك، اثر على الشعر، هتخليك دايخ، تخليك مصدع، ما فيش استابيليتي عندك، هنظبطها لك واحنا بنخس. وحد مثلا يجي لنا مشكله في الغده، طب احنا بنظبط الغده، بناخد التروكسين، بناخد اي حاجه بنظبط بيها الغده عشان لما نيجي نشتغل معاك الحرق يكون كويس. يبقى احنا بنحط 10 نقط من النقط دي على نص كوبايه ميه، وبناخدها بعد الفطار وبعد العشاء، دي بتعلي معدلات الحرق جدا، فيتامين للبشره. بنحط كمان اعشاب، الاعشاب دي بالنسبه لنا ما هي الا ديتوكس، الديتوكس ده بينطهر الجسم او بينظف الجسم من السموم باستمرار بنشرب. الاعشاب دي بقى لها تركيبه كمان، يعني مش مجرد باكب بناخده، احنا حاطين فيه مكونات، المكونات دي تخلي معدل حرق الجسم اسرع. زي القرفه بتعلي معدلات الحرق، النعناع يدي فليفر وطعم كويس. ممكن نحط كمان المرمريه، المرمريه بتكون موجوده بتعلي معدلات الحرق وبتكسر الخلايا الدهنيه. بنكون حاطين حاجه اسمها سوفي التخسيس، بعض انواع الاعشاب دي بتكون موجوده بتخلي الجسم معدل حرقه بيكون اكتر، بيكون فيها اربع خمس مكونات حسب الانواع اللي هي بتكون موجوده عندنا، بنسب مظبوطه ومدروسه جدا. ودي كلها اصلا مشروبات طبيعيه. احنا بنحاول نطمن الناس، انت حاجه من الاثنين، يا خسيت يا ما خسيتش، لكن مش هنخش في مشكله ثانيه. احنا شغالين على الدهون وبس. واحنا هدفنا ان احنا نكون انت تخس وبصحه، تخس وانت كويس. ده مثلا الكورس الفردي اللي انا قلت لك عليه، او الكورس الفردي ده انا بستعمله نوعين كبسولات مع النقط ومع الاعشاب. ده ضغط، انا بضغط عليك قوي، بوصلك لمرحله ان انت ممكن تجيب لي في الشهر 15 كيلو، يعني ممكن في 3 شهور اتكلم من 40. بنضغط على الدهون جدا. في بعض الناس مثلا تيجي لي تقول لي مثلا انا فرحي قريب، انا مثلا عندي سؤال من الاسئله، انا عندي مناسبه مثلا العيد بقى، او طبعا والوقت بيكون كمان مع الناس ضيق وبحكم القعده في البيت، تقول انا ما بخرجش ما بمشيش، طب ما انت هتخسي برضه، مش هتقفي كده يعني. ما بعض الناس بيجي لنا ممكن 170 كيلو 180 كيلو، عنده مشاكل صحيه، ما بيقدرش يمشي، مش هيخس؟ لا هيخس. هي فكرة كلها بتكون احنا قلنا لو مشيت هتخليك احسن، مارست رياضة هتبقى احسن، لكن لو انا ظروفي مش سامحة، او ان انا تعبان، او ان انا مش قادر، او مش عندي وقت، او ست مثلا بيت وعندها اطفال واسرة، او حد مثلا كبير مش يخرج، ده كله وارد، هتخس برضه. وخصوصا الحظر اللي احنا فيه اجباري، قعدنا مفيش نزول، قعدنا طبعا، فاحنا عندنا النقط هتعلي معدل الحرق كاننا نزلنا مشينا او لعبنا رياضه او رحنا الجيم. مظبوط. يعني بيتهيألي برضو مناسب جدا يا دكتور للي قبل الحظر كانوا بيروحوا الجيم على طول، فدلوقتي قاعدين ده ممكن يعوض معاهم او يخلي معدلات الحرق بشكل عام تزيد. في عندنا الكورس الثلاثي، الثلاثي ده بيكون 3 شهور. انا مثلا سي واحد قال لي انا عاوز 30 كيلو، بديله كورس على 3 شهور بيجيب ال 30 كيلو اللي انا عاوزهم، بيجيب 15 او بيعديهم كمان، يعني ممكن يجيب 15 في 10 في 10. طبيعي ان الجسم بينزل كميه كبيره في الشهر الاولاني، وفي الشهر الثاني ممكن يقاومنا، مع ان عندنا ناس ما شاء الله بتجيب 12 و14 كتير، كانوا بيتصلوا بينا وبيقولوا لنا الكلام ده ما شاء الله عليهم. انا عندي ولد يمكن صورته هتكون موجوده على الشاشه، لحد ده كان جالي 192، ف 192 شافني عمال اهزر معاه، فهو داخل وسط الناس محروج قوي، فبقول له انت محروج ليه؟ قال لي الوزن، واظن انت اول مره تشوف كده. قلت له لا انا شفت الصوره، هي هتنزل يا دكتور اهي دلوقتي على الشاشه، انا شفت لغايه 230 اهو صورته اهو. ما شاء الله. وبعدين يا دكتور ده كمان ده خس 50 كيلو بس، في ناس خست معانا 100 كيلو. ده الاستاذ سيد ده حد معانا نزل معانا ما شاء الله. في حاله ثانيه اهي، ده الباشمهندس علاء، ده كان وزنه ما شاء الله كان 150، وصل لغايه 80 كيلو، يعني نزل تقريبا نص وزنه 70 كيلو. ده دي امثله للناس، انا ممكن اتفرج على حد الاقي شغله زي شغلي او حالته مقاربه من حالتي، هو خس انا بيجي لي دفعه معنويه جدا، طبعا طاقه ايجابيه وامل. طب ناخد حاله كمان، صوره كمان يا سمر، دي صوره ثانيه. ده ولد محمد ما شاء الله عليه، محمد عبده، ده كان كان عاوز يخس، كان وزنه 167 وكان عاوز يخش حربية. لقى الموضوع بالنسبة له كان صعب طبعا. لا مش صعب ولا حاجة، الولد جامد جدا، عنده باور نفسي مش طبيعي، بتابعه شخصيا بنفسي، بتابعه على بنبعت له نظام أنظمة أكل، بنبعت له مع الكورس بتاعنا، ما شاء الله الولد قدر ينزل معايا من 168 او 167 لغايه 78، ودخل ايديال من اول مره ما شاء الله عليه. حلو قوي، الف مبروك، الواحد بيكون فرحان بالناس دي جدا طبعا. يعني طب ناخد مروه على التليفون ونرجع تاني. مروه اهلا وسهلا. عليكم السلام، ازيك يا مروه؟ الحمد لله، ازيك انت؟ الحمد لله. قولي لي يا مروه. نعم. ليكي اي سؤال؟ انا بشكر الدكتور على المنتج، انا لسه واخده بقى لي اسبوع. اسبوع بس، انت لسه جديده في الموضوع. بس متفرحه طبعا، والله الواحد مبسوط جدا جدا. قولي لي بقى الاسبوع ده ايه اللي فرحك بقى؟ قولي لنا عشان نفرح معاكي. فرحني ان بنتي بنتي في سنه رابعه. ماشي. صاحبتها في المدرسه بتقول لها ما تخليش مامتك تجي لك لانها تخينه جدا. ده في الاول. فطبعا انا لما خدت المنتج قولي لي انا كنت برضع.
وبعدين الدكتور قال لك مش هيأثر على الرضاعه. تمام. وبعدين دلوقتي انا لسه فاطمه يعتبر امبارح. ماشي. وانا رايحه الصيدليه قلت اوزن نفسي، لقيت نفسي نازله 6 كيلو. 6 كيلو في اسبوع، طبعا ده انجاز، ومع الرضاعه كمان. يعني يا مروه ده انجاز بجد يا حبيبتي، كملي بقى يا مروه. وكنت بحب الاكل جدا، وما زلنا بنحب الاكل، وما زلنا دكتور هشام مدينا اوبشن، يعني اللي بيحب الاكل هياكل، مش هتحرمنا من حاجه. طبعا. لا انا كنت بحب الاكل جدا زي ما الدكتور كان بيقول كده، ان انا مثلا جعانه او مش جعانه دلوقتي. حاله التلاجة يا مروه. دلوقتي انا بفطر، عامله نظام افطاري زي ما الدكتور قايل لنا في النظام. خلاص، هو فطار، هو غدا، هو عشاء، ماشيه نظام مظبوط الحمد لله. دكتور هشام اللي كان بيتابعك بنفسه؟ لا، دكتوره هناك في، انا من الشرقيه. ايوه. انا مش فاكره، بتابعهم بالتليفون، يعني عامله متابعه التليفون. حلو جدا. المتابعه في مره اتصلتي ما خدتيش اللي انت عايزاه في التليفون؟ لا، كل ما يكلموني احنا يقولوا تحت امرك يا فندم. هي دي فيتارم، هي دي مجموعه شركات فيتارم. وانا نفسي اقول لك بكره، نفسي اكمل مع حضرتك ان شاء الله، لعند ما اوصل وزني المثالي واطلع مع حضرتك برضه. يا ريت يا ريت يا مروه. يا جماعه والله اللي عنده المقدره انه يطلع ويورينا كده كان قبل وبعد، عشان يدي امل ويدي طاقه ايجابيه للناس اللي دلوقتي لسه عماله تفكر، دماغها عماله تودي وتجيب. يا جماعه خدوا خطوه، الخطوه سهله جدا وابسط مما تتخيلوا. لا حد بيفرض عليكم قوانين، ولا بيفرض عليكم انظمه، ولا بيقول لكم كل ده ولا ما تاكلوش ده. دكتور هشام معاكم اهو يا جماعه، كتاب مفتوح بيعمل لكم كل اللي انتم عايزينه. ويا بخت يا بخت يا بخت اللي دكتور هشام بيتابعه بنفسه بجد. طيب ناخد صور. ماشي، يلا صور من على دي برضو. مجموعه واتساب الناس حتى على الشركه بيكونوا فرحانين قوي، بيبعتوا لي الحاجات دي، ان هم ما شاء الله متابعين مع حالات، والناس بتكون سعيده بمعدل نزولها. احنا شعب ما بنحبش ايه، نستنى كتير. انا بقول يعني عاوز انا اخد الحاجه النهارده الاقي فرق بكره. يا عم مش بكره، هديك بعد اسبوع. اديني 7 ايام الجسم تشوف جسمك عامل ازاي فيه. كشكل وكمنظر وكوزن. يعني انت بتقول له بعد اسبوع بس هتلاقي فرق في النتيجه. طبعا هتلاقي فرق من 5 ل 7 كيلو، 6 كيلو، 8 كيلو حسب معدل حرقك. ان شاء الله بنلعب على اول اسبوع، ده بيكون المينيمم بتاعنا، او اقل شيء ممكن نلجا له من 4 ل 5 كيلو. و4 ده انت مش كويس جداً. يعني 5 ده يبقى انت بقى تكون كويس. فبتلاقي فرق من اول اسبوع. الدهون دي يا شيف يعني عملوا احصائيه، احنا جسمنا متحرك مفاصل، فلقوا ان كل كيلو في الجسم زياده بيشكل 5 كيلو على الركبه و3 كيلو على العمود الفقري. يعني زي مثلا لو انا وزني زي 30 كيلو كانهم على الركبه بيشكلوا 150، وكانهم على العمود الفقري 90 كيلو. انا لما بنزل من اول اسبوع بلاقي فرق من اول اسبوع. انا بتحداك يعني، عارف انت ابدا معايا، ابدا معايا. هي القصه بالنسبه لنا تحدي، احنا بنخوض مشوار مع بعض. كله هيخس، الكبير هيخس والصغير هيخس، والطفل من سن 7 8 سنين هيخس. كل حاجه لها حاجه. احنا الحمد لله نازلين بمجموعه جديده، يمكن حاجات من الحاجات الرهيبه اللي ممكن نتكلم فيها، بنتكلم عليها بمنتهى الثقه. بدانا ننزل منها مجموعه صغيره في خلال الاسبوعين اللي فاتوا، بس البالك الاكبر او المجموعه الكبيره انا جاي اقدمها النهارده للناس بكل ثقه. هنبدا نخس مع بعض، هنبدا نلاقي فرق. اللي انا بخاف منه بقى يا شيف ايه؟ ان بعض الناس يكون بياكل بطريقه بشعه، ويجي مره واحده ياخد المنتجات بتاعتنا يقطع اكل خالص. لا، ده مش صح. ما انت هتهبط مني. صحيح. الجسم ده له ميكانيزم شغال عليه. السكر في الدم نفسه هيقل، الانسولين في الدم نفسه هيقل، الضغط بتاعك هيقل، هتكون معرض لانيميا. انا مش عاوز ده يحصل. انا عاوز وجبه من كل ست ساعات او 8 ساعات بين كل وجبه والتانيه. يعني بصحى من النوم بفطر 6 ساعات، وبتغدى 6 ساعات، وبتعشى. طيب، واحنا بنقول النظام ده، في صوره معانا هتنزل دلوقتي واحنا بنقول النظام. دي صوره برده كمان اهو. ده محمد، ده انا فخور بيه قوي. بقى طبعا انا فخور ليك محمد. ليك حق يا دكتور، يعني ده بقى حد يعني. تاني محمد ده من بلد اسمها شربين في المنصوره. البلد دي تقريبا ما شاء الله عليها كلها معايا، ما شاء الله. هو خس، جاب اخوه، جاب عيلته كلها. انا فخور بالولد ده. لما حد ينزل معاكي 107 كيلو ده. هو كلمني كمان من فتره بيقول لي انا مسبب بقالي مده وبقيت 78. قلت له كفايه، يعني مش عاوزين اكتر من كده خلاص. طيب يعني دلوقتي يا دكتور قبل ما نختم، والاسئله هتفضل معايا عشان توعدنا ان انت لازم تزورنا تاني ان شاء الله. يا شباب انا عازمك النهارده على الفراخ المشويه، بنغريك ان انت تجي لنا تاني ان شاء الله باذن الله. نقول عرضنا النهارده عشان الناس تتصل على الارقام اللي على الشاشه عشان تحصل على عرض النهارده. المنتجات دي لسه اول مره تنزل. تمام. 70%، وديسكاونت ده حقيقي. الحاجات دي يا جماعه اوريجينال، حاجات اصليه،
حاجات بنديك حاجات مضمونه، حاجات مش ليها اي اثار جانبيه لا دلوقتي ولا قدام، تاخدها وانت مطمئن. تمام. ان شاء الله بيكون التارجت بتاعنا في الشهر من 10 ل 15 كيلو. الكورس عندنا زي ما احنا قلنا بيكون كبسولات قافله للشهيه، كبسولات ثانيه بتكون حرقه للدهون، الاثنين بيكونوا قصاد بعض، واحد بعد الفطار واحد بعد العشاء. تمام. النقط 10 نقط على نص كوبايه ميه بعد الفطار وبعد العشاء. كل ده هيعرفوه بقى لما يتصلوا. ان شاء الله. انا بدي بشكل عام بس الاصناف او الانواع بيحددوا طبقا للفريق الطبي يعني. تمام. هو اللي بيحدد. شرفتني يا دكتور النهارده بجد. انا اللي فرحانه جدا وسبحان الله الوقت جري يعني مش عارفه ازاي. انا سعيد بيك. احنا لو حلقه كامله برضو مش هتكفينا نقعد مع حضرتك فيها. اشكرك يا دكتور. اشكركم على متابعتكم الكريمه. بالحلقه تكون عجبتكم واستفدتوا منها، وان شاء الله مش هسيب دكتور هشام يمشي غير لما يوعدنا انه ان شاء الله هيجي معانا تاني وتبقى الحلقه كلها لاسئلتكم وكل حاجه بتدور في ذهنكم. اشوفكم على خير بكره ان شاء الله في وصفات احلى واحلى، ومن النهارده لبكره هسيبكم في رعايه الله.